هلا وهلا. اليوم راح نسوي سلطة تاخذ لقب أطيب وأشيك أحلى سلطة ممكن تسووها، وطعمها مو طبيعي، بيها فد ميكس غريب بين هواي شغلات راح نخلطها. راح نسوي سلطة القرنابيط وياها هواي شغلات. يلا نبدأ. أول شيء عندي هنا القرنابيط، أني قطعته بهالشكل هذا وغسلته، وراح أبدي أبهر القرنابيط. شرح أخلي عليه، خليت عليه زيت الزيتون وخليت كاري وبابريكا وفلفل أسود وملح. راح أخلطهم كل الزين على القرنابيط، أخليه يعني كله يتبهر. وبعدين يا أما تدخلون القرنابيط للفرن تشوه، أو استخدموا القلاية الهوائية إذا عندكم قلاية هوائية. أنا حبيت أستخدمها، مجرد ما تفتحون المجارة تخلون بيها وتفتحوها وتختارون درجة الحرارة، والمدة أنا اختارتها 10 دقائق، كلش كافي على القرنابيط. هسه صار عندي القرنابيط جاهز. الأشياء راح أخليها بالسلطة عبارة عن خس، وهذا عندي هنا بقدونس للتزيين وجوز ورمان، وراح أسوي مثل الصوص أخليه على السلطة. الصوص عبارة عن ثوم مهروس، ونخلي عليه راشي اللي هي الطحينة، وعصير ليمونة، ونخففه بالخل الأبيض، وممكن تخلون شوية مي حتى تخلوه يصير صوص سائل شوية. هسه نبدي نرتب السلطة مالتنا. نخلي الخس ونخلي عليه القرنابيط، وبعدين نخلي عليهم من الصوص اللي سويناه. بس انتبهولي على قوام الصوص، نوعا ما صار سائل، أنا آخر شي خففته بمي. هسا نخلي جوز ونخلي الرمان ونزينه بالخضرة. وآخر شي راح نخلي رشة من دبس الرمان. طعم دبس الرمان ويا الراشي فتشي عجيب، طعم السلطة هذه طيب بشكل، وشكلها تحفة، فتشي عالم ثاني. سهلة جدا وتركيبتها شوية غريبة، كلش أنصحكم أن تجربوها، وبالعافية مقدماً.